ما في شك أنه أمل حجازي أخذت أهم قرار بالنسبة لها لما أعلنت اعتزالها وارتداء الحجاب، وطبعاً الكل توقع من بعد ما أخذت هالقرار أنه تبدأ صفحة جديدة بحياتها وتبتعد عن الفن. لكن المفاجأة كانت لما أعلنت أنها بدأت تتحضر لألبوم جديد بيحمل الطابع الملتزم، وأمل بهالقرار رجعت للأضواء أكثر، فصارت نشيطة كثير على السوشيال ميديا وبتشارك بمناسبات مختلفة، وطبيعي ستايلها الجديد بعد الحجاب يكون حديث الناس. هيك طلت بإحدى عروض ديزاينرز اند براندز ببيروت بتنورة وجاكيت سوداء وحجاب بطبعة النمر، وسبقها صورة على صفحتها بإنستغرام لبست فيها أوتفيت أسود مع بيلت من لوي فيتون مع حجاب أسود وأبيض طويل، وكتبت عليها: لا تحزن إذا منع الله عنك شيئا تحبه، فلو علمت كيف يدبر أمورك لذاب قلبك لحبه. قرار أمل بلبسها الحجاب ما كان كثير فجائي، وآخر سينجل طرحته اعتبروا البعض تمهيد للموضوع، فشفناها بتربن باللون الأزرق حرصت أنه يغطي شعرها. ده حبيبي ده حبيبي والله حبيبي اشهدوا ده حبيبي خد قلبي معاه. لنرجع من بعدها ونشوفها بصورة نشرها الميك اب ارتست سامر خزامي، طلت فيها بلوك عصري واختارت اوتفيت برونزي من حسين بزازة وزينته ببروش فضي وكتب عليه First Appearance Veil. اما اطلالاتها اليومية فبتتميز بالبساطة. وأمل من وقت ما أخذت هالقرار مسحت كل الصور القديمة، وبعتقد يا مريم أنه هالشي طبيعي لأنه هلأ هي عم بتعيش مرحلة مختلفة جداً عن المرحلة اللي عاشتها من قبل، وأكيد بدها الناس يشوفوها بصورة جديدة ومختلفة. بكل الأحوال أمل قبل الحجاب ما كان ستايلها قريب من الإغراء.